طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.生你养你的母亲真是有福啊！但是还不如听从神的话，有遵行的人更有福。老师啊，我求你教导我们该怎么祷告，好不好？你们要这样祷告：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。很久以前，先知们就在历史书上写道，神要赐下弥赛亚来拯救罪人，使他们与神和好。耶稣的生平显示出他的确是神应许要赐给这世界的救世主。先知以赛亚写着：必有童女怀孕生子。事情果然如此发生了，神借着他的全能使玛利亚怀孕，生下了耶稣。就如经上记着，他出生的奇迹是神给的一个征兆，表明这个孩子就是弥赛亚，是神所称道的他的儿子。当人们看见了耶稣，就看见了神的形象和全能。他医治人，赦免人的罪，并且应许人在他永恒的国度里有份。耶稣牺牲他的生命，为全人类承受刑罚，然后复活，彰显出他的全能大过死的权势。耶稣这位弥赛亚说：我有权柄舍了我的命，也有权柄取回来。耶稣的生平正如先知们所写着有关于弥赛亚的生平。是的，耶稣就是神的道，借着耶稣，神向全世界人类显明他自己。主耶稣自己也说：天地要废去，我的话却不能废去。起初，神创造男人和女人，使他们可以快乐地活在神的面前。
但他们不相信神，违背神的话，这种可耻的行为使他们与神分离。圣经说，世人都犯了罪，以及罪的工价乃是死。犯了罪的人是不能活在神的面前的。就如神预备一只公羊代替亚伯拉罕的儿子受死，神也赐下耶稣为亚当的后裔而死。他这么做，好让那些相信耶稣的人能重新回到神的面前。彼得说，众先知所说的就是耶稣，凡相信他的人，上帝必赦免他们的罪。因此，凡跟随耶稣的人，就能逃脱地狱的刑罚，与神永远同在。耶稣从死里复活之后，告诉跟随他的人说，人要奉我的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，直到万邦。耶稣也说，他要赐下圣灵与跟随他的人同在，引导人明白真理，赐给人力量去遵行神的道。当那犯了罪的女人悔改并且跟随耶稣的时候，耶稣对她说，你的罪赦免了，因为你相信我，所以你得救了。耶稣说，当人们真正相信神的时候，就说明了他的罪已经被赦免了。那十字架上的罪犯相信耶稣并且求耶稣救他的时候，耶稣说，今日你要与我同在乐园里了。凡决定要跟随耶稣的人，可以用下面的祷告来恢复与神亲密美好的关系。天父，你是公义的，谢谢你爱我。我真的很难过，因为违背了你的命令，犯罪得罪了你。谢谢你赐下耶稣代替我死在十字架上，又为我从死里复活。谢谢你让他为我所犯的罪受刑罚。我愿意接受耶稣做我的救主和我的主。谢谢你赦免了我的罪，为我开路，让我能够在你的国度里永远与你同在。求你将圣灵赐给我，指示我行走在你的道路上，赐给我力量全心爱你，活出一个蒙神喜悦的生命。愿全地都赞美你的圣名，阿们。耶稣论到跟随他的人说，我的羊知道我的声音，我认识他们，他们也跟从我。跟随耶稣和爱他的人都聚集在一起研读圣经，每天向耶稣祷告，学习他的榜样，并且向人传讲。耶稣赐下圣灵保惠师带领他们，坚固他们。他们牢记耶稣在升天回到宝座时曾留下应许，天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去使万民做我的门徒，我就常与你们同在，直到世界的末了。